للحديث أكثر عن ملف تفشي حالة الفساد الحكومي في مفاصل الدولة العراقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. حياكم الله دكتور محمد. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتور محمد. تقارير محلية أكدت استمرار عمليات التهريب في منافذ العراق الحدودية التي تسيطر عليها الميليشيات دون رادع. بداية، كيف تفسر ذلك وأين تعهدات السودان بالقضاء على عمليات الفساد؟ أعتقد أن هذه العمليات التهريب من إيران إلى العراق هي ليست في هذه الأيام وفي هذه الأشهر والسنوات، وإنما هذه أتت ما بعد احتلال العراق وتسلط الميليشيات على زمام الأمور في العراق. هذه العمليات تتم بمرأة ومسمع من الجهات الحكومية، وهم عارفين جيدا أن هناك عمليات تهريب من هذه المناطق الحدودية المتخمة للعراق من البصرة حتى شمال العراق، تسيطر عليها ميليشيات. هذه الميليشيات تسمح لمجموعة من المتعاونين معهم في تمرير هذه البضائع، مثلا أن هناك بضائع حتى لا يمكن أن تتواجد هذه البضائع في السوق العراقية لأنها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وإنما مضى عليها فترة طويلة، ومنها البيض مثلا واللحوم إضافة للخضروات. هذه هي حقيقة بالغة، وبالتأكيد أن هناك أهم من هذه الخضروات والفواكه وغيرها، هناك مسألة المخدرات التي تأتي تحت غطاء أنها هذه هي بضاعة، وهذه البضائع التي تمر لا تمر على الجمارك أبدا، لأنه مسيطر على هذه المعابر هم الميليشيات. نعم، يعني هل تعتقد أن الحكومة متورطة بالفعل بما يجري في المنافذ الحدودية أم أنها لا تستطيع ضبط الموضوع؟ لا، هي متورطة لأنه هي جزء من هذه الميليشيات وهذه الأحزاب التي جاءت بهذا رئيس مجلس الوزراء هذا أو ذاك، أنهم اللي يقررون من هو اللي يأتي، وبالاتفاق معهم أنه هناك غض النظر عن كل ما يجري في هذه المعابر، لأنهم هم يريدون عملة، هذه العملة هي تهرب إلى إيران، وخاصة العملة من البنك المركزي العراقي في العملة الصعبة، تهريب كامل، إضافة إلى أن المواد التي تأتي من إيران إلى العراق تأتي إلى السوق وتضرب المزارع العراقي، لأن المزارع العراقي في هذه الحالة تأتي البضائع هي رخيصة. لا يوجد حماية للمنتج المحلي، يعني في ظل طبعاً ليست هناك أي حماية للمنتج المحلي. نعم، ولذلك هذه الجهود التي يقومون فيها من أجل تخريب الاقتصاد العراقي وضرب مصالح الفلاحين المزارعين الذين ينتظروا لقمة العيش من خلال زراعتهم. مجلة سي اي او وورد الأمريكية قالت إن العراق احتل المرتبة 23 من بين 30 دولة مصنفة بأكثر البلدان فسادا، وتؤكد طبعا بطبيعة الحال أن مكافحة الفساد تتطلب تحولات منهجية وقيادة أخلاقية. السؤال هنا برأيك، كيف ستتوفر هذه الظروف التي تحدثت عنها المجلة في العراق اليوم؟ بالنسبة للفساد الإداري والمالي، هو أصبح مستشري في العراق، ومن الصعوبة بمكان أن ينهي هذا الحكم أو ذاك من المتواجدين في السلطة أن ينهوا هذا الفساد الإداري والمالي، لأنهم جزء من هذا الفساد الإداري والمالي. وباعتقادي أن الحل الأوحد هو أن الحكومة، إن كانت حكومة وطنية
تلتزم بمطالب الشعب وتسعى من أجل توفير حياة حرة كريمة، ممكن أن تقوم بعملية ترشيد هذه الأمور المطلبية الموجودة داخل الساحة العراقية، ومنها إنهاء الفساد الإداري والمالي. وهيمنة هذه الميليشيات هي هيمنة واضحة ومتواجدة في كل مكان، ولذلك من الصعوبة اجتثاثها إلا بتواجد حكومة وطنية لها مصلحة في تركيز حكم يدعو العراقيين إلى إنهاء هذه التسلطات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة المنفلتة بالتواجد. طيب، مثل هذه الحكومة التي تتحدث عنها، هل تعتقد أنها قابلة للظهور في المدى المنظور في ظل كل هذه المعطيات؟ أعتقد أنها ليست قريبة أبدا. هم الآن يجهزون لمسألة إجراء انتخابات لمجالس المحليات في المحافظات، يريدون من خلال هذه المجالس أن يركزوا أقدامهم في سلطة ممكن أن يأتوا مرة ثانية وثالثة ورابعة، وخاصة هذه الميليشيات والأحزاب المؤتلفة في الإطار هي التي تنمو فيها وتعشعش هذه القيادات المتحكمة بسلطة القرار في الدولة، هي التي تأتي بهذا الوزير وبذاك الوزير، وهذا ما شاهدناه. ولذلك يجب أن ينتهي هذا الحكم ويعاد صياغة جديدة في دستور يدعو إلى المواطنة بدلا من محاصصة طائفية، إضافة لإنشاء برنامج وطني اقتصادي يدعو إلى ترشيد مالية العراق من النفط في وضعها في بناء مستشفيات مثلا، مدارس، طرق، جسور إلى آخره من مستلزمات هذا الوطن وهذا الشعب. للأسف ليس لدينا إمكانية إلا بعد أن ينتهي احتلال البلد. نعم. من إذن نعم. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس.